السلام عليكم متابعينك اليوم بقائم في حساب على في نبانا بالإنستغرام. اليوم ستغطي على مباراة بين الأهلي والباختول الأوزبكي في جولة في مباراة الثالثة في الجولة السادسة في دوري أبطال آسيا UFC Champions League. أقول لكم إنه النادي الأهلي بيلبس البروز البيضة زي ما أنا لابسه، الباختول الأوزبكي يلبس البروز ما أدري. أنا أذكركم بأهم في مباراة الذهاب في أوزباكستان، فازوا الباختول الأوزبكي فازوا على الأهلي 1-0، لكن للأسف الفاز بمباراة السد فاز بباختول قدام باختول الأوزبكي، خسر قدام بيرسبوليس اليوني في مباراة الإياب، فازوا قدام بيرسبوليس وفازوا قدام وخسروا قدام السد. والحين إيش أسوي الحين بالمباراة هذه؟ مباراة اليوم 20 مايو، أصلاً الموعد مباراة الساعة 11 عشان تغيرت المواعيد عشان ما يبدي الوقت عشان يصلوا التراويح. اتصال مشرف مدرجات الأهلي يقولون إنه يجون مدرجات الأرضية مدرجات الملعب، فأحجز من النادي الأهلي وأحجز التذكرة من أي من موقع مكاني، أكيد مكاني موقع مكاني تعرفوه اللي هو مكاني .com. لازم نروح عشان ندعم المشجع ندعم مدرجات النادي الأهلي، وإذا فاز الأهلي وتعادل خسر، لكن قدر الله ما شاء فعل. نروح لملعب الجوهر بعد ساعة واحدة بس. أكيد نحن قربنا للملعب، شوف هذا استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، افتتح بعهد الملك عبد الله الله يرحمه. هذا هو الملعب زي ما انتم شايفين، وقربنا من منافذ التذاكر. شوفوا هذا هو تذكرة الدخول زي ما انتم شايفين، الآن راح أدخل الملعب. بالله شوفوا هذا منظر حضاري ولا لا؟ أقول لكم هذا النظافة من الإيمان. شوفوا صار سلام. شوفوا فاول باختكور الأوزبكي.